في الجزء الاخير تحركات لعيب ريال مدريد وفكره التحركات في الشوط الثاني، في جزء من اجزاء الشوط الثاني اللي عملت التفوق قدام باريس سان جيرمان. ايه اللي حصل يا فندم؟ ايه اللي خلى ميسي يمسك مودريتش ويتحط الصوره دي غلاف لاي حد ما بيحبش ميسي؟ ايه اللي وصل الموضوع للدرجه دي؟ انا شايف في حاجه تضايق يعني. ميسي بيجري ورا لعيبه بيشده عشان حساب برشلونه مسكها لمودريتش، فاكر انت الكلاسيكو الشهير لمودريتش؟ أيوه. مسك فيه ميسي، ده شغل العيال بتاع الحساب، فقرر يرد عليه. يعني مودريتش يعني لعيب عظيم ومش هيقلل من اي حد ان هو بيدافع عليه او ان هو يرقص ميسي، حتى مش جاي ميسي. اصبر بس، انا عايزك تصبر، جاي لي ميسي دلوقتي. في حلقه عن ميسي ان شاء الله، بس يلا نخش في الريال الاول. المشكله بقى بتاعت ريال مدريد ايه يعني؟ ليه اللي احنا اللي شرحناه اللي فات ده كان مؤثر؟ لان وجود الثلاثه دول بيمنع بوتشيتينو ان هو يتصرف، ان هو يحط يطبق مفهوم الريس ديفنس ده وهو بيدافع كويس. بتلاقي مواقف كتير احنا رايحين 3 على 3 4 على 4 5 على 5 7 على 7 زي كده، ونوبات ريال مدريد يقدر يدخل في نوبات استحواذ طويله. باريس عشان هو العدد قليل، هو محتاج يضيق الملعب على قد ما يقدر. هو محتاج انه يرص العدد اللي بيدرس قليل، يرص الاربعه وقدامهم الثلاثه زي ما شفت كويس في الصوره الاخيره كده. تمام. ومحتاج ان الملعب يضيق على قد ما يقدر. لانه في ريال مدريد بقى الافراد هي اللي بتسوق الهيكل، مش الهيكل الهجومي هو اللي بيسوق الافراد. يعني احنا هنلعب باسنسيو بغض النظر، هنلعب بفينيسيوس بغض النظر، هنلعب بمنزيما بغض النظر، سواء بقى ده عشان احنا في الفتره دي عندنا اصابات، ما جبناش الصفقات اللي احنا عايزينها، ما جبناش مبابي، ايا كان. بس الافراد هي اللي بتسوق. فاكر لما قلت لك كله عايز الكره بره ودخل جوه؟ ماشي. فبقى دلوقتي دخول اسينسيو طول الوقت جوه، انت كمان بص اسينسيو واقف هنا في العمق كويس، بص الاوفرلود اللي الناحيه الثانيه، يعني مودريتش طالع هنا، مودريتش هو اللي بيعمل الريس ديفنس، ان انا اطلع فينيسيوس وبنزيما وانا هقف ورا عشان الكره استلم الكره الاولى او الكره الثانيه لو اتقطعت منهم. طيب احنا استفدنا ازاي من الاوفرلود ده؟ ما استفدناش. ليه؟ لان اسينسيو طول الوقت داخل جوه، هو مش فاتح الملعب ناحية الثانيه. الوحيد اللي فاتح الملعب ناحية الثانيه هو كارباخال، اللي هو اهو هنا في اخر اللقطه، اللي هو مش حد دلوقتي، يعني ما بقاش هو كارباخال بتاع زمان، مش حد هيروح ويراوغ واحد او يعمل عرضيه يخش ويزق الكوره مثلا زي ما اشرف حكيمي مثلا بيعمل. نفس القصه، بص نفس القصه، اسينسيو دايما مسهل عليهم الموضوع. انا كده كده اي فريق بيدافع في الموقف ده، برضو عشان الناس اللي مش عارفه، اي فريق بيدافع في الموقف ده في تلته الدفاعي لو بلوك، بيدافع وينج ديفندنج او بوكس ديفندنج، بيدافع في الصندوق او كده، بيسيب دايما اللعيب البعيد معزول. ليه؟ عشان اخد زائد واحد في الحته اللي انا بدافع فيها. فانا ما عنديش مشكله ان كارباخال هناك، انا معتمد، انا كباريس معتمد على انه عبال ما الكره طويله تطلع واللعيب يتمطع ويلعبها له وبتاع، هكون انا ايه شفيت. او لو عايز تخش للعمق، خش جوه منطقه الجزاء، في اديني اوبشن لكره عرضيه او حاجه، فحس ان استفدت حاجه ثانيه. بالظبط. والكره العرضيه مين اللي هيجيبها؟ بالظبط كده، اكيد مش اسينسيو. طيب هنا بقى ده التمركز بتاع اسينسيو في المباراه الاولى. بص اسينسيو دايما يعني الحته اللي هي ناحيه الخط دي، ناحيه الخط مش في الهاف سبيس، هو لمس فيها طول المباراه مثلا اربع خمس لمسات او ثلاث كور هم ناحيه الخط. لو بنجامل يعني طول الوقت انا داخل، طول الوقت انا داخل، فانا زانق فينيسيوس وبنزيما اللي هم اصلا بره. هم ليه بيطلعوا بره؟ صح، عشان يدخلوا. فهم مش عارفين يدخلوا. انا ساعدت باريس، قلت له يا عم انت متضايق الملعب عريض، انا هخش. ونفس القصه برضو تمركز اسينسيو، لمسات اسينسيو في مباراه العوده نفس القصه، هو دايما معتمد على ان انا هقف هنا هستلم الكوره هشوط فترشتيجن تقوم داخل. ده اتكسر امتى بقى؟ ده اتكسر بقى لما رودريجو نزل. اللي هو اصلا كان تغيير بديهي، بديهي ان انت تبقى عايز تفتح الملعب ما دام عندك وينج. هو خطورته كلها في انه لما بيخش جون، بص بقى المنظر ده هنا، بقى عندنا اتنين هنا. انت كمان لما هتشوف اللقطه بتاعه الجول هتلاقي الجول التاني رودريجو هتلاقي رودريجو بيعمل فاسكيز جاي وبيعمل الاوفرلاب قدام رودريجو، ومودريتش كمان زايد وراهم. المنظر ده ما شفتوش خالص. بالظبط كده، الشوط الاولاني كل الاوفرلاب كان الناحيه الثانيه بدون معنى، كل الناحيه الثانيه صح. وبنزيما وفينيسيوس الاثنين عايزين يدخلوا جوه، بيدخلوا جوه. انت مبسط الامور جدا على باريس، هم متكتلين في دايما بتتقطع، دي محطه لقطع الكوره، عشان كده فينيسيوس ما ظهرش. الكوره دي برده بيظهر فيها المشاكل، اعتقد دي الكوره بتاعت الهدف، هدف مودريتش اخدها. ايه اللي بقى خلى الكره بتاعت الهدف الثاني، لو نوقف هنا، ايه اللي خلى الكره بتاعت الهدف الثاني بقى تحصل بالشكل ده، انه مودريتش ياخد الكوره ويروح وتبقى الناس كلها عماله تجري وراه؟ انه بعد التعادل باريس نفسهم ابتدوا يعملوا نفس اللي كان بيعمله
ريال مدريد ابتدينا نضيق الملعب في الهجوم، بعد ما كان نونو مندش هو اللي بيزيد بقى نيمار بينزل يستلم، فنيمار ميسي مبابي كل ده احنا ما جبناش نص الملعب، كان فاتح الطرف كمان الناحيه الثانيه. الوحيد حكيمي اخطر من كارفخال طبعا دلوقتي، لكن في النهايه بص انت ضيقت، بص كامافينجا ومودريتش الاثنين موجودين، انت ضيقت الدنيا على نفسك، وبقيت نفس القصه اللي كنت بشوفها في برشلونه قبل ما نيمار يمشي، صحيح ان نيمار يوصل عند الحته دي يبص لميسي تتقطع. مودريتش هنا هيقطع، وعايزك تبص على فيراتي هيعمل ايه. بص اولا مفيش حد جري من الثلاثه ملهمش دعوه، مفيش حد جري غير نيمار لانه ايه انه بيحاول يعني هو قريب من الكوره، قطع منه الكوره كمان بالظبط الكوره، فهو وده اللي عمل خناقه نيمار مع دوناروما، يعني كل واحد لامي التاني على جون لو كانت حقيقيه يعني مثلا. انا مش عارف الخناقه دي حصلت ولا لا، بس كدبوها بس انت فاهم يعني. بس بص هنا بقى ايه لو نرجع الصوره اللي قبلها، بس عايز اقول حاجه. بص هنا ميسي ومبابي، المفروض هنا ميسي كان يتحرك، مين اللي تحت ده هنا؟ فينيسيوس. صحيح. عشان الراجل دانيلو بيريرا ده يجري يغطي. فميسي طبعا ملوش دعوه، مبابي ملوش دعوه، نيمار هو اللي بيجري. بص بقى فيراتي اللي هو اخر واحد هنا في الشاشه، بص هيعمل ايه لما مودريتش يخش عليه. منطقيا مودريتش ما ينفعش يكمل السكه اللي هو كملها. مودريتش واقف قدامه، فيراتي واقف قدامه بالظبط. بص بقى لما يكمل. هيتحرك الصوره اللي بعدها، هيتحرك بص هيبتدي دانيلو بيريرا يجري، فيراتي هيقوم سايبه وجاي يمين. الصوره اللي بعدها بص سابه وراح، عشان هو تخيل انه هيباصي بالظبط كده لفينيسيوس، سابه فاتفتحت السكه خلاص. اللعيب الوحيد اللي كان واقف قدامه اتفتحت السكه فكمل، وطبعا عمل التمريره العظيمه اللي هو عملها لفينيسيوس، وبعد كده حصل الهدف بتاع ثم تدخل بنزيما. كما تدخل طبعا بنزيما. دي اثلاتيك بقى كانوا كاتبين تقرير حلو قوي على فكره ان انت لما تكون لسه قابل جول ما تسنترش بعديها على طول. وده شيء فعلا ممكن تلاحظه في الكره اللي هي ايه اللي هو سنترنا الهدف الثالث على طول. حكيمي واقف حط ايده في وسطه، نونو مندش واقف بص في الارض بيعدل الشنكار او بيعدل بتاع، وفي اللحظه دي راح ميسي لعب الكوره ويلا بينا. اللي هو العيال اصلا لسه ما فهمتش هو ايه اللي حصل دلوقتي ده، واحنا دلوقتي المفروض نجيب جول عشان نتاهل بعد ما كنا كسبانين 2-0. بس هنا اسمح لي، دور مدرب في المقام الاول في دي بالذات، ان انت بعد الواحد واحد لما بعد المباراه يكون الكلام كله بسكت انه ما كانش ينفع حد يسيطر بعد الواحد واحد على اي حاجه في الملعب، وانه الجون كان من فهمنا انه من فاول، بس انت فين يعني؟ انت فين؟ ما هو ما هنا بقى انت هترجع لطريقه اداره باريس نفسه. انت دلوقتي بتجيب لي، وهي دي مشكله ليوناردو اللي كان مولينا بيتكلم عليها من شويه، برضه هتقول هو مدرب كبير ولا مش مدرب كبير، وده اللي بيبين. بس ده مش حقيقي برضه يا محمودي، مش في كل المواقف يعني. انا ما اقدرش، انا ما تقولش حتى لو حاسس انه حقيقي ما تقولش ده في الاعلام، اللي هو ايه انه اللي هو ما حدش يقدر يسيطر وكده، ما حدش يعني. كان يقدر يسيطر في سانتياغو برنابيو بعد الواحد واحد، فده كان طبيعي. هو تصريح شويه اللي هو يعني هو بيحاول يضخم من اثر الجول الاول اللي هو فاول، وشاف الاداره بتتخانق برضه. وعلى فكره ليهم حق يتخانقوا، انا شايف كده يعني. كل حد له حق انه يتخانق، الريال اتخانق قبل كده وبرشلونه اتخانق قبل كده، فعادي يعني. لا هو كمان باريس يعني، انا طبعا مش متعاطف مع مشروع باريس، وانا عارف انه اغلب جمهور الكوره كده نفس النظام برضه. بس لازم نبقى عندنا على الاقل التجرد الكافي عشان نقول انه باريس بيتظلم بانتظام في دوري ابطال. عايزين نتكلم في الفلوس وقانون اللعب المالي نظيف وبتاع مش عارف، كل ده مفروغ منه خلاص. قتل بحثا وسودت فيه تقارير وصفحات، الموضوع منتهي. اللي بيعمله باريس ده مش منطقي، الناس كلها بترفضه، الناس كلها كرهاه، الخ الخ الخ. لكن 2018 ريال مدريد بينالتي كروس اللي كان اوفسايد اصلا. 2017 قبلها برشلونه البينالتي بتاع ماتشيرانو اللي ما اتحسبش وما كانش هيبقى فيه ريمونتادا ولا كان فيه اي حاجه. والسنه دي ريال مدريد كوره انا شايفها بوضوح يعني فاول، الراجل مش داخل كوره. احنا بقى في الاوقات دي وده بقى اللي بيعصب، لا بس هو غلطان، لا بس هو اتاخر، لا بس اصل هم اصلا من الاول كان المفروض يجيبوا 6 جوال ويعملوا حسابهم. الكلام ده بقى اللي هو احنا بنحاول ندور على غلطه للمدرب او للفريق عشان نقول هم يستحقوا الظلم اللي وقع عليهم وكده فير يا جماعه وكده كده كنا هنكسب وكل الكلام ده. فالاخطاء الفرديه كمان في المباراه دي، انا هنا بقى انت تتكلم على الهشاشه الذهنيه، انه في الفتره دي لا احنا عندنا ذكريات. الهشاشه الذهنيه او شخصيه البطل دي مش مجرد مصطلح. برافو عليك، انت عندك خبرات. انا كباريس عندي خبرات بسترجعها في المواقف دي، انا كريال مدريد عندي خبرات كتير ومواقف كتير اقدر افتكرها ان انا كنت في موقف صعب وكسبت. والجيل ده انا اسف برضو بيزعلوا مني، بس ما دي خبرات يوفنتوس في المباريات النهائيه يعني بتحصل ساعات. ايوه صح، ما هو صح، ما انت داخل انت محمل بارث تاريخي غصب عنك سواء انت شئت ام ابيت. هو ده اللي حصل يعني، في ارث طبعا. مورينيو عنده حق يعني، أيوة.
موضوع مورينيو ده هو في اوضح مره انت وعز ان شاء الله قريبا باذن الله. انتظروا يا جماعه لؤي فوزي مع احمد عز حلقه عن مورينيو ان شاء الله ممكن في الصيف نجيب الاسلحه ان شاء الله. بالظبط كده. طيب لا انا بتكلم انه اوضح مثال على القصه دي برشلونه. يعني من فريق بيبقى داخل نهائي دوري ابطال انت بتقول هيكسب كام مش هيكسب ولا لا. وده كان فعلا شعوري في 2011 انا حتى لما كان وفي 2009 حتى لما مانشستر يونايتد بيسجل مفيش قلق لفريق بيبقى كسبان 3 و4 وقلقان ليه؟ لانه اتكسر مره في الثانيه في الثالثه فبقى خلاص هو ده المعتاد اكتسب شخصيه جديده غير شخصيته القديمه. شخصيه البطل موجوده بس مش دائمه مفيش حاجه اسمها كده.